جيد. خلينا ندخل شوي للحالات اللي المفترض الناس تتعلم الإسعافات الأولية حولها، ايش هي أهم الحالات الصحية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان بشكل أكبر، فبالتالي أكون جاهز لأن أتدخل مسعفا أوليا. بالنسبة للحالات خلينا نتكلم بداية عن الاختناق. طيب. ما الاختناق ممكن يحدث للكبار وللصغار. للصغار وهذا يعني شيء دارج ومنتشر عندنا في المملكة. وللكبار. الصغار ممكن يختنقون في الحليب أو عن طريق إذا عندهم قي ممكن وأثناء نومهم كذلك. والكبار غالبا ما يكون بسبب الطعام. خلينا نبدأ في الصغار. الصغار اللي هو من عمر اللي هو أقل من سنة له طريقة، اللي هو أول شيء تتأكد مجرى الهواء أنه مفتوح أنه يتنفس. شلون أتأكد؟ يعني تحس أنه يتنفس هو. يعني تشوف أنه هو أصلا هو يكون واضح أنه تتأكد في فم عالق شيء ما في شيء عالق، تبدأ له الإسعافات الأولية للطفل. اللي هو ممكن إذا في صور نشوف تعرضون شوف إذا موجودة صور إنقاذ بالنسبة لحالات الاختناق بالنسبة للأطفال اللي هو لهم جلسة معينة. أيوة تسنده على يدك ويكون وجهه مايل للأسفل وتفتح مجرى الهواء في الأصبعين وتبدأ في ضربات على منتصف الكتفين. مجرى الهواء بمعنى أنه ترفع الذقن بالإصبعين لفوق لأعلى. لا هو إذا كان هو مختنق الرضيع هو تسنديه على يدك بشكل مائل. الجاذبية تكون رأسه يكون على جاذبية الأرض منتجه وتعطيه خمس ضربات والإصبعين داخل الفم. لا مو هو داخل الفم. يعني تسند فيها الذقن. الذقن. أيوة. جيد. وتتأكد المجرى الهواء يكون فاتح يعني. وتعطيه خمس ضربات في راحة اليد على منتصف الكتفين. وزنية الضربات كيف؟ خاف في أحد يكسر ظهره ولا لا 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 منتصف الكتفين يعني في نص الظهر ولا الأعلى؟ لا منتصف الخط الكتفين يعني الكتفين من أعلى يعني. ما بينهم. والوزنية تكون متوسطة ولا مائلة للخفيف؟ بس هي ضربة التحريك بس. هو أنت تعرف إنها ما تكون أي شيء يكون زايد عن حد يمكن يساعد حالة الهلع إن الواحد يسبب أثر للطفل يعني. صحيح. بدل ما تساعده تزيد تسبب الإصابات. نعم. بالنسبة للكبار هذه الطريقة بعدين تقلبه على وجهه ونفس الضغطات على منتصف الحلمتين تعطيه خمس ضغطات ثانية إلين يطلع اللي هو يبدأ يتنفس أو يدخل في حالة فقدان وعي. لا تنفس ولا نبض هذا تبدأ في الإسعافة الأولية مع الاتصال على الهلال الأحمر. يعني حالة فقدان الوعي هذه قد تكون حالة طبيعية وخلصت المرحلة الأولى الآن مرحلة الهلال الأحمر. إذا أنت ما قدرت يعني تسيطر على الحالة وتفتح له مجرى الهواء وراح يدخل في فقدان وعي. توقف القلب والتنفس. الله يبعد الشر عن الجميع. طيب. للكبار خلينا نتكلم عن الكبار. الكبار اللي هو نفس يعني ما في شيء عالق في الفم، تأكد مجرى الهواء ما في شيء ما هو شيء واضح لك، تبدأ له في اللي هو بين السرة وبين القفص الصدري اللي هو هذه. يعني تمسك اليد في الشكل هذه الأضعف تكون هي الأولى والأقوى وتضغط هنا للداخل وللأعلى من 6 إلى 10 وتكرر تعيدها أكثر من مرة إلين يطلع الشيء العالق في هذا ويتنفس. إذا ما تنفس ودخل في مرحلة اللي هو فقدان وعي كذلك تبدأ العنشر القلب الرئوي الدقيقتين الأولى بعدها تتصل على الأحمر عشان يجيك الشيء الحالة. طيب. أنا في نقطة مهمة يعني قبل شوي لما سألتك عن مستوى الضرب على ظهر الطفل مسألة الانضباط النفسي للمسعف. وأهم شيء السيطرة على نفسك. كيف ممكن إنه الإنسان يسيطر على نفسه خصوصا إذا أمتلك هذه المهارة؟ إيش هي الطرق اللي ممكن يكون أيضا سواء ذهنيا أو حتى نفسيا يكون على استعداد إنه والله ينقذ بهدوء حتى لا يسبب مشكلات للطرف الآخر؟ أيوة هذا من أهم الأشياء إنك أنت تكون يعني مسيطر على نفسك أولا يعني خاصة إذا كان المصاب عندك من أهلك من أقاربك هذه يصيبك هلا على طول. يصيبك هلا فأنت لازم يعني تكون يعني في حالة هدوء وفي هدوء عشان تتعامل مع حالة الهلع ما راح يجيب لك نتيجة يعني. نعم. لازم تكون أنت مركز لحل قدامك. جميل. في بعض الأمهات في موضوع الاختناق قبل ما ننتقل لموضوع آخر أول ما تحس إن الطفل في مشكلة على طول تبدأ تفتح الفم وتدخل الإيد وتتصرف بطريقة هل هذا ممكن يضر الطفل؟ نعم هذا ممكن يضر الطفل. يعني من الأشياء المحظورة في الأشياء هذه اللي هو إدخال
الأصبع داخل فم الطفل أو الرضيع، هذه ممكن تسبب لها مشاكل أكثر، يمكن تسوي لها بلوك أكثر أو انسدد أكثر. فأنت إذا ما شفت الشيء اللي هو عالق في فم الطفل، إذا كان ما هو واضح لك وتقدر تطلعه تطلعه، إذا ما هو طالع يعني كان بعيد لا تطلعه، لازم تسوي له طريقة. جميل جيد. طيب إيش هي الحالة الأخرى اللي المفترض نتعلم الإسعافات الأولية تجاهها بعد الاختناق؟ أنا أشوف أن الصدمات الكهربائية من أكثر الأشياء اللي حاصلة عندنا، وخصوصا للأطفال. الصدمات الكهربائية، أي إنسان أو شخص قدامك يصيب في صدمة كهربائية، أتمنى أنك ما تلمسه ولا يعني تتجه نحوه أبدا. سلامتك الشخصية هي الأولى وهي الأفضل. هنا برضو مطلب الهدوء للطرائع عشان صحة الطرفين يعني. صحيح. هو عشان تقدر تتصرف، لأنه صحيح. إذا صعقت أنت كمان خلاص. صحيح. أنت يعني هو مصاب قدامك لازم تتأكد من فصل التيار الكهربائي. يعني على طول أول شيء تروح للطبلون. إيه بس إذا كان هو إذا كانت منطقة مبللة لا لا ما تتجه، لازم تصعد دفع مدني يجي تتصرف من حالة. هذه من الأشياء السلامة الشخصية اللي أقول لك لازم تتعامل معها. والأشياء الثانية اللي هو إذا كان عندك قطعة خشبية، إذا كان هو مثل عالق في سلك كهربائي، حاول إبعاده في قطعة خشب، قطعة بلاستيك يعني، أو أي قطعة غير ناقلة بعد السلك. نعم. بالنسبة للصدمات الكهربية هذا ضررها ما يكون واضح يعني على الجلد، يعني خلاص هو أنت من هو يكون ضررها الأكثر، إنه يكون ضررها داخلي. يعني يمكن تحصل كدمة بسيطة بس إنه يكون هو سبب تلف داخلي للشخص. بس دي الخطوة الأولى. الآن شخص لا سمح الله تعرض إلى صدمة كهربائية، إذا كان الوضع طبيعي ما في مثلا نتحدث أنه والله مياه أو منطقة مبللة أو حرائق أو غيرها اللي يجب التدخل للجهات المعنية، إذا كان الوضع طبيعي تروح للطبلون وتفصل التيار صحيح. الكهربائي ممتاز. صحيح. الخطوة الثانية استخدام الخشب أو المواد. إيش هي المواد غير الخشب الأخرى أيضا المتواجدة في المنزل؟ خلينا نتحدث أي قطعة غير ناقلة. مثل إيش هي القطع الغير ناقلة؟ ممكن في قطعة بلاستيك، ممكن زجاج، قماش، ممكن قماش ممكن تسحبه في قماش. جيد. طيب خلينا نستكمل الحديث. اي نعم. في السياق هذا نتكلم عن الكهرباء. الكهرباء اذا كان هو والله الشخص لما تخلص من الكهرباء ووقفت عنها مصدر الكهرباء، وجيت عند الشخص والله ما يتنفس غير واعي بسبب الحروق، هذا يتعامل مع حروق نفس اسعافات الحروق العادية اللي هو قطعة قماش او شاش طبي معقم نظيف نحطها للمكان هذا. عدم استخدام البطانيات لانها ممكن هي يمتصها الجسم وتبقى عالقه في الجسم لما تروح المستشفى، ممكن تسبب له مشاكل ثانيه. اذا كان والله المريض ما يتنفس، هذا نبدا له الانعاش القلب الرئوي كاي حاله فقد التوعي. طيب ندخل في ثالث حاله اعتقد هي النزيف. النزيف كيف ممكن نسيطر على النزيف؟ النزيف عندنا ثلاث انواع من النزيف. اول شيء لازم نعرف وش معنى النزيف. النزيف هو خروج الدم من الاوعيه الدمويه سواء كان قليل أو بكمية كثيرة. أخطرهم النزيف الشرياني، هو عندنا أكثر من نزيف، النزيف الشرياني وريدي شعيري أو الداخلي. الشرياني هذا يكون يعني مع ضربة القلب هو يطلع بشكل قوي أسرع. يعني كل نبضة، وهذا هو الأخطر، يكون لونه فاتح لأنه مشبع في الأكسجين. وعندنا اللي هو الوريدي يكون لونه غامق ويخرج بشكل انسيابي، والشعير اللي هو يطلع غالبا ما يكون يعني اثار الخدوش زي كذا، يطلع عن طريق الشعيرات اللي يعني بشكل تجمع دموي او نقاط صغيره. جيد.